لا احنا ما اولا مبدا في القانون تاع المنظومه الصحيه تاع الجزائر هو مجانيه العلاج، وقلنا وفيه ثلاث ثاني عناصر: مجانيه العلاج، فيه لونيفرساليتي تاع التداوي، وفيه لاكسي او سوان. هذا وانا نحيي الاطباء تاعنا اللي الاستجابه فات 85% التحقوا، ولهذا تلاحظوا بانه ما بقاش عندنا نفس الضغط ونفس المشاكل اللي كانت موجوده في 2400 ميدسان سبيساليست التحقوا اكثر من 85%. البرة اللي انتم تعرفوه ممكن واحد يقول درت له كور، واحد ما حبش يلتحق، واحد كذا، تبقى يبقى العدد قليل. مخطط السرطان ماشي على احسن ما يرام. الايام القادمه ان شاء الله راح يكون فيه تقييم، وراح نخبركم به، تقييم اللي ما تم الاتفاق عليه. انتم تعرفوا باللي المصادقه تاع مجلس الوزراء تمت في 14 ماي، احنا بدينا قبل 14 ماي، وقلت صرحت قبل اليوم وقلت فتنا 47 الى 48% من تجسيد هذا المشروع. اليوم نكونوا فتنا هذا بالتاكيد، فتنا وفتنا بعيد، لانه في حتى اضافات ايجابيه لصالح لتنفيذ هذا المخطط، هذا البرنامج.